شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا إخوة الإسلام نعيش مع أعمال الحج والعمرة، وكنا في المرات السابقة قد تكلمنا وشرحنا بالتفصيل أعمال العمرة، وبينا أركانها وشرحنا كل ركن بالتفصيل، وبعد ذلك تكلمنا عن النوع الأول من أنواع الحج وهو حج التمتع، وشرحناه أيضا بالتفصيل. واليوم نقف مع الباقي من أنواع الحج، ونفرق بين حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. وتعالوا بنا لنكمل هذه المسيرة، أعمال الحج والعمرة. وقلنا أن أنواع الحج ثلاثة، عندنا حج التمتع، وعندنا حج القران، وعندنا الإفراد. التمتع والقران والإفراد. ونحن شرحنا في المرات السابقة حج التمتع بالتفصيل، وقلنا أن الإنسان الذي يذهب من مصر عادة يذهب متمتعا. معنى متمتع أنه يذهب فيؤدي عمرة ثم يتحلل منها ويتمتع، عشان كده سمي حج التمتع ثم يحرم بحج. يبقى ده المتمتع، يعمل عمرة منفردة ويتمتع، يتمتع تمتع منفرد بين الحج والعمرة، ثم يحرم مرة أخرى بالحج. نحن شرحنا هذا بالتفصيل وبيناه، لكننا نعيد لزيادة الفهم. وقلنا أن المتمتع يذهب فيؤدي أو يحرم إحرام العمرة، ثم يذهب فيطوف طواف العمرة، ثم يسعى سعي العمرة، كل هذا عمرة. يحرم إحرام، وشرحنا هذا بالتفصيل، إحرام عمرة، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف العمرة، ثم يسعى سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يتمتع. معنى يتمتع يعني يتحلل من إحرامه بعد التقصير، ويتمتع بكل شيء كان محرما عليه. ونحن بينا أيضا قبل ذلك ما هي محذورات الإحرام وشرحناها بالتفصيل. يتمتع بكل شيء حتى الزوجة، هذا معنى المتمتع، ويكون ذلك في مكة، هذه المدة تكون في مكة. بعدما يؤدي العمرة ويتمتع من العمرة إلى الحج فيكون ذلك داخل المواقيت، يعني ليس شرطا أن يكون في مكة، لكن يجوز له أن يذهب إلى جدة، يجوز له أن يتجول داخل المواقيت. لكن إذا ذهب إلى المدينة المنورة كما ذكرنا من قبل، قلنا أن المدينة هي خارج المواقيت،
فلو ذهب في مدة التمتع، لو ذهب في هذه المدة إلى المدينة المنورة فإنه يقطع هذا التمتع وينوي نية جديدة، ثم يظل في داخل المواقيت إلى أن يأتي يوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة، ثم يحرم إحرام الحج. هنا حينما يحرم من بيته هذا الإحرام، يحرم من مسكنه في مكة إحرام الحج، فيقول لبيك اللهم بحج. لكن هنا حينما أحرم إحرام العمرة بيقول لبيك اللهم بعمرة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن هذا لابد له أن يعلم أنه يؤدي بهذا الإحرام الأول الذي يذهب به من مصر. المتمتع يحرم إحرام عمرة فيقول حين الإحرام لبيك اللهم بعمرة، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف العمرة. أن بعض الناس يظن أنه لأول وهلة حينما يذهب إلى مكة وهو محرم ويطوف يظن أن ذلك طواف الحج، لابد له أن يعلم ماذا يفعل. ثم يسعى، طبعا الطواف يكون بالبيت ونحن شرحنا هذا بالتفصيل، ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، هنا طواف العمرة وهذا سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، ثم حينما أو في اليوم التاسع أو الثامن من ذي الحجة أو قبل ذلك إن شاء يوم السابع ما في مشكلة، يحرم إحرام الحج فيقول لبيك اللهم بحج. نحن نعلم أن العمرة أركانها ثلاثة: إحرام، طواف، سعي. أما الحج فأركانه أربعة: إحرام، ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة والركن الثاني، ثم بعد ذلك طواف، ثم بعد ذلك سعي. هذا للمتمتع. إذن هو يحرم في يوم الثامن أو التاسع، وقلنا من قبل أن الذهاب يوم الثامن إلى منى سنة، سنة لا شيء على من لم يذهب يوم الثامن إلى منى إطلاقا، يعني ليس من الواجبات. قلنا أن الحج له أركان وله واجبات وله سنن. الأركان هي التي إذا لم يؤدي ركنا منها بطل الحج أو العمرة، أما الواجبات فهي التي إذا لم يؤدي منها واجبا نقول يجبر هذا الواجب بدم، وأما السنن فهي التي إذا أداها أخذ أجرها، وإذا لم يؤدها لا وزر ولا إثم عليه، لكن يفوته بها أجر عظيم. طيب، إذن هو أحرم من بيته في يوم الثامن أو التاسع، ثم بعد ذلك يصعد إلى عرفة. الوقوف بعرفات هو الركن الثاني من أركان الحج، الركن الثاني، وهو الركن الذي يفرق بين الحج والعمرة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني ما يفرق بين الحج والعمرة إنما هو الوقوف بعرفات. ثم بعدما ينتهي من الوقوف بعرفة، ونحن شرحنا هذا أيضا بالتفصيل في المرات السابقة، ينزل إلى المزدلفة، وتعالوا بنا لنذكر هذه يعني حينما
يقف بعرفة ينزل بعدها إلى المزدلفة ثم في يوم العيد يذهب إلى الجمرات فيرمي جمرة العقبة يرمي جمرة العقبة ثم يذبح، والذبح إنما يكون على المتمتع والقارن، ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل التحلل الأصغر. وقلنا معنى التحلل الأصغر أنه يحل له كل شيء إلا الزوجة حتى يطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة، حتى يطوف طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. هذا يكون في يوم العيد، فهذا هو المتمتع، أحرم إحرام الحج ثم صعد إلى عرفة. عرفة هو الركن الثاني ونحن شرحناه بالتفصيل، ثم ينزل إلى المزدلفة وشرحناها أيضا بالتفصيل، ثم في يوم العيد يفعل هذه الأشياء، يرمي يذبح يحلق أو يقصر ثم يتحلل، هذه الأربعة. ثم بعد ذلك، وقلت هنا يقع كثير من الناس في خطأ فادح، وهو أنه حينما يتحلل التحلل الأصغر في منى ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابس المخيط، بعض الناس خاصة من لا خبرة له وخاصة من يذهب لأول مرة يظن أن الحج قد انتهى هنا، وهو لا يدري أنه لم يؤدي من أركان الحج إلا ركنين فقط وهو الإحرام وعرفة، وبقي له ركنان وهما الطواف والسعي، وأركز على ذلك وأكرر لأنه مهم جدا. بعد يتحلل التحلل الأصغر عليه أن ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج أو طواف الركن أو طواف الفريضة أو طواف الزيارة، كل هذا من مسميات طواف الإفاضة. هذا الطواف إذا لم يؤدى بطل الحج كله لأنه هو الركن الثالث. طيب طواف الإفاضة يطوفه الحاج بملابسه العادية، حينما يطوف طواف الإفاضة بملابسه العادية البعض يظن أنه طواف الوداع وأنه سنة، لكن لابد للحاج أن يعلم أن هذا الطواف هو ركن أساسي مكين في أركان الحج الأربعة. ثم بعد أن يطوف طواف الإفاضة لابد أن يسعى، طبعا حينما نقول طواف يعني بالبيت أو بالكعبة، كلمة البيت في القرآن حينما تطلق إنما يراد بها الكعبة المشرفة، ويسعى حينما نقول يسعى يعني بين الصفا والمرو، ويسعى سعي الحج، سعي الحج وأيضا يسمى سعي الإفاضة أو ما يكون بعد عرفة، وسمي هذا الطواف طواف الإفاضة لأنه إنما يكون بعد عرفات لقول الله عز وجل فإذا
أفضتم من عرفات. فسمي طواف إفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة أو بعد النزول من عرفات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة كما نعلم هو واجب وشرحناه بالتفصيل وقلنا اختلاف الفقهاء فيه ومتى نأخذ بهذا ومتى نأخذ بهذا، وقلنا القاعدة المشهورة أننا نأخذ بالأحوط في حالة اليسر ونأخذ بالأيسر في حالة العسر. هذا كلام مهم، يعني لما شرحنا في المزدلفة قلنا أن بعض الأئمة الإمام أبي حنيفة اشترط المبيت حتى الفجر، والإمام الشافعي اشترط إلى جزء من نصف الليل الثاني، والإمام مالك أجاز للإنسان أن ينزل بعد العشاء فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ويذهب بعد ذلك، بل أجاز أن يمر الإنسان بالمزدلفة مجرد المرور. وقلنا أن كل هذا صحيح، ولكن كما قلت نأخذ بالأحوط في حالة اليسر ونأخذ بالأيسر في حالة العسر، بمعنى أن الإنسان إذا كان يحج وهو صاحب صحة وصاحب قوة لماذا يذهب في منتصف الليل أو قبل ذلك؟ بل عليه أن يبيت إلى الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ بالأحوط في حالة اليسر، أنا في يسر، أنا في صحة، أنا عندي وقت، أنا لست مستعجلا لشيء، ففي هذه الحالة أأخذ بالأحوط، أبيت بالمزدلفة إلى الفجر كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هناك حالة من حالات العسر، كأن يكون معك إنسان مريض أو امرأة كبيرة أو ما شابه ذلك، فلك على قدر استطاعتك وعلى قدر تحمل من معك، إذا استطاع أن يظل إلى جزء من نصف الليل الثاني فنأخذ بمذهب الإمام الشافعي، وإن لم يستطع وكان الأمر شاق وصعب أخذنا بالأيسر بأن ينزل ويصلي ثم يذهب، وهذا مذهب الإمام مالك. إذن لا نأخذ بالأيسر في كل حالنا، إنما علينا أن نأخذ بالأحوط في حالة اليسر ونأخذ بالأيسر في حالة العسر. لذا نقول أن اختلاف الأئمة رحمة، رحمة لماذا؟ لأنه يعطينا فسحة، يعطينا سعة في ديننا، ييسر على من كان ذا عسر. طيب، إذن هذا بالنسبة للمتمتع، وأنا أعدت هذا أو كررت هذا حتى نستطيع أن نفهم هذا الأمر لأنه مهم جدا. هذا بالنسبة للمتمتع. تعالوا بنا لنقف مع القارن ونبين ما الفرق بين القران وبين التمتع. ونحن قلنا أن المتمتع والقارن كلاهما عليه هدي، والهدي نحن قلنا أن هناك فرق بين الهدي والدم والفدية. الفرق بين الهدي والدم والفدية، قلنا أن الهدي هو ما يذبح للمتمتع والقارن، أو من قتل صيدا يساوي هديا، وشرحناه أيضا. والدم على من ضيع واجبا نقول عليه دم، وإن كان الجميع يشترك في الذبح، لكن الفرق بين الهدي حينما نطلقه نعرف أنه للحج المتمتع أو القارن، وحينما نقول عليه دم نعلم أن هذا على من ضيع الواجب، أما هذا فيفرق. وأما الفدية فهي على من
فعل محذورا من محذورات الإحرام، ونحن شرحناها أيضا بالتفصيل، وقلنا أن من محذورات الإحرام مثلا أن يلبس الإنسان ملابس المخيط، فإن كان الإنسان لضرورة وسيلبس ملابس المخيط نقول عليه فدية، وسنشرح هذه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، أن يعلمنا سنة نبينا، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك اللهم.